انا مخطوبه لواحد كويس جدا، بس مشكلته انه كل شويه يعدل على طريقه كلامي ويقول لي لازم تغيري طريقه كلامك، مع اني والله بتكلم بطريقه كويسه. وكمان مش طريقه الكلام بس اللي بيعدلها، لا ده كمان كل شويه يقول لي انت شعرك قصير لازم لازم تطوليه. يعني هنقول له اطول فيطول يعني ولا ايه؟ ماشي يا سيدي. لا كمان كل شويه يقول لي انت شعرك قصير لازم تطوليه، انت رفيعه قوي لازم تتخني. كل شويه يعلق عليا لدرجه اني بقيت بحس اني انه مش عايز يجمعني مع اصحابه لانه بيستعر مني. اعمل ايه؟ انا بحبه جدا مش عايزه اسيبه، وفاضل على فرحنا 3 شهور، اتصرف ازاي معاه عشان يبطل التعليقات دي معاه؟ اتكلمي معاه بوضوح شديد، ما تشيليش في نفسك، اقعدي معاه قولي له يا احمد يا محمد يا حسين يا علي يا مصطفى يا اي حاجه، حبيبي احنا عايزين نقعد نتكلم مع بعض النهارده في مكان كده هادي ولطيف، وافتحي معاه الكلام. قولي له انت بتكلمني بطريقه فلانيه، بتعلق على كلامي، بتعلق على شعري، بتعلق على نفسي، بتعلق على جسمي، وبتقول انا حاسه انك بتستعملي. بصي ممكن تكون انت اوفر، بلاش شعري مني، بلاش كلمه، ممكن تكون انت اوفر، ممكن تكون انت حساسه، ممكن تكون انت برضو المنطقه بتاعت الثقه في النفس دي متوتره شويه. الله اعلم. لما كمان تكوني صغيره في السن وبتحبي حد قوي وممكن تكوني متوتره قوي قدامه وفرحها قرب يعني. فانت عارفه الفرح لما بيقرب كده في شويه توترات. انا ما اعرفش طبعا، ما اختبرتش ده قبل كده، ما عملتش فرح، بس اكيد يعني من النظر للي حواليا في معدلات اضطراب وخناق وانقار كبيره جدا قبل الفرح، فممكن تكوني انت متوتره من ده، وممكن تكوني انت حاسه انك رفيعه بزياده وعايزه تملي كده وتقلوزي. فانت هو بيقول لك احنا كلنا رفيعين قوي يعني، هو بيعلق، ما تتكلميش خالص انت، تعيش بقى. لا لا مش انت حلوه كده، لا مش رفيعه قوي، بس يعني انت ممكن تكوني متوتره بسبب الفرح، ممكن تكوني انت برضو لسه صغننه في منطقه الثقه بالنفس. ما بس هو بيقول لها يا شيري، هو بيقول لها ما مالتش كده، هو بيقول انت لازم تواجهي، انت لازم تصرحي. بص بقى انا ما احبش انك تقولي كذا، وما استريحش في الالفاظ دي، وانت بتعلق عليا، ويوم كذا علقت عليا بكذا، ولما خرجنا في الحته الفلانيه انت قلت لي كلمه زعلتني، ما كانش المفروض تقولي ده قدام الناس، والحقيقه ان انا خايفه ان انا نتجوز، فتبتدي انت تعلق عليا اكتر. وبعدين عارفه المثل البلدي اللي يقول لك ايه؟ اللي يقول لمراته عوره الناس تلعب بيها الكوره. طبعا يعني ان انت برستيجك وقيمتك ومقامك وثقتك في نفسك تاخديها برضو من شريك الحياة، يعني انه يقول كلمة حلوة، انه يعلق تعليق لطيف، انه يبروز شيء حلو، ده بيخلي الناس برضو انت بتثقي في نفسك والناس تبصلك بصة حلوة. لازم تتكلمي معاه بوضوح وبصراحة، وتختبري هيتعدل ولا لا، يعني تختبري هيعمل ايه الايام الجاية. انت لسه عندك 3 شهور، لازم تنتبهي كويس جدا لطريقته معاكي، لانك خلاص داخلة على جواز، ومش عايزين تبعتلنا مشكله بعد ما اتجوزتي تقولي اصل جوزي بيعملني وحش وبيهني، وبعد شويه يبتدي يشتمني ويشتم اهلي ويمد ايده. هو واضح ما بيقولهالهاش باهانه اللي كانت قالت، هو دي قالت ذوق. بس عايزه اقول لك حاجه، انا كان مجدي يقول لي ما تقصيش شعرك، انا بحب شعرك طويل مثلا. ايوه مش عيب يعني، مش عيب يقول لها انا عايز شعرك طويل سيبيه يطول، بس في هنا تعليق على طريقه الكلام. هي دي بقول لك، هو لو سيبيه يطول مثلا، سيبي شعرك يطول ما تخليهوش قصير، ماشي، غير ما يقول لها لا مش عاجبني شكلك كده، يعني تفرق الاسلوب من الكلام. صعب كمان لما الواحد يكون بيعلق على طريقه كلامنا ده بيهزنا جامد. طريقه الكلام اهم حاجه جدا. شوفي بقى انا موافقه انه يقول لك اتخني شويه او خسي شويه، طولي شعرك، الشعر طويل، صح. انا موافقه على كل ده مزاج الراجل هنا، لكن كونه يعلق على طريقه كلامك يبقى هو هنا يعني يمكن بتدلع شويه في كلامها، يعني غيران مثلا، عنده مشكله في شخصيتها، عنده مشكله في بتدلع شويه في كلامها مثلا، فهو غيران. ما اعتقدش، متهيأليش حاجه ثانيه. فخلي بالك، افتحي حوار، كوني واضحه، كوني صريحه، فضي اللي جواكي، اتكلمي بوضوح شديد جدا، ما تداريش، لانه ده جرح هيبقى دمه تقيل قوي بعد الجواز، وهيكبر مع الجواز جامد جدا، بهدوء وبالراحه ومن غير خناق.